بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. What leadership style do you have؟ ايه الستايل بتاع leadership اللي عندك؟ There are three leadership styles، في ثلاث ستايلات للleadership، للقيادة: directive، consultative، and participatory. في ثلاث أساليب للقيادة: توجيهي واستشاري وتشاركي. A leadership who uses a directive، يعني القائد اللي بيستخدم الأسلوب الdirective التوجيهي، بيستخدم commands as opposed to advice، يعني بيستخدم الأوامر بدل ما بيستخدم النصيحة، بيدي أمر هل ما بيديش نصيحة. One who is consultative، الشخص الاستشاري، offers advice rather than controls، بيدي نصايح بدل ما بيتحكم في التيم. While a participatory، المشارك، leader facilitates decisions، بيسهل القرارات without being authoritative. Leadership can take different forms depending on the situation، يعني بناء على الموقف كل leadership، كل قائد بياخد قرارات مختلفة. This think carefully about which leadership style، فكر في ايه انهي نوع مناسب او بيفيت مع شخصيتك. Best to tailor your responses accordingly. When did you last make a mistake، امتى اخر مرة عملت فيها خطأ. One day I tried to go through my usual morning routine by checking emails before brushing my teeth. Needless to say it was distinguishing. يعني هي إجابة مش عارف ما علينا، يعني كل واحد ممكن يقول عن خطأ بالفعل حصل معاه، لانه ممكن يسألك سؤال بناء على اللي انت هتقوله، فالتأليف مش هيبقى حاجة حلوة خالص يعني. طيب why do you like to work for our establishment، السؤال المعتاد يعني، ليه انت حابب انك تشتغل في المؤسسة بتاعتنا او في الشركة بتاعتنا. This is an excellent way، طريقة ممتازة، for candidates to demonstrate، عشان يظهر their knowledge، معرفته عن الشركة، هل هو أصلا سامع وعارف عن الشركة ولا مقدم كده وخلاص. And get insights into how much researches، وإيه أقدر أعرف كانترفيور هو عمل بحث عن الشركة والبوزيشن وقرا الجوب ديسكريبشن والحاجات دي قبل ما يقدم أصلا على الوظيفة، ولا عمل أبلاي كده وخلاص. Was done before applying for a position، يعني الكلام ده تم قبل ما يقدم على البوزيشن ولا لأ. While there are no right or wrong answers، مفيش إجابة صح وإجابة غلط. When asked this question، لما تيجي تجاوب على السؤال ده، it is essential to be honest، من الضروري إنك تبقى أمين، so that interviewers know، يقدر يعرف، that you did some researches، هل أنت عملت شوية بحث قبل ما تيجي الشركة وتقدم عليها ولا لا. If you have researched the company extensively، لو انت عملت بحث، tell them so، قول لهم انا عملت بحث. If not don't lie، لو انت ما عملتش قول لهم لا بصراحه عادي ما عملتش بحث. But try to convey interests، بس حاول تبين له اهتمامك بالشركه وانك تبقى فرد فيها. By saying something، عن طريق انك تقول شيء زي I am interested in this company، انا مهتم بالشركه. Because I read on your website that you offer competitive salaries. لا هي دي حاجة مش حلوة خالص بصراحة. مش حاجة حلوة يعني انك تقول ان انا حابب اقدم عندكم في الشركة بس عشان السالاريز عالية، يعني لا دي اجابة مش حلوة. انت ممكن تقول حابب اقدم بسبب سمعت مثلا ان بس بالتالي انت تكون سائل فعلا عن الكلام ده، ان الانفايرومنت مثلا عندكو حلوة، نوعية المشاريع اللي انتوا شغالين عليها، حابب اخد تشالنج في المشاريع دي واشتغل عليها مع التيم اللي انا هقوده، whatever يعني. حلو. طيب how do you deal with burnout، ازاي بتتعامل مع الارهاق. In an interview setting this question generally means how do you avoid
او يعني السؤال ده عادة معناه بشكل عام ازاي انت بتتجنب being bored، انك تمل من الشغل او تبقى unmotivated غير متحمز in your current position، في البوزيشن اللي انت فيه. First try to be specific and demonstrate، في الاول خليك حاول تظهر that you have plenty of interests outside of work، انك عندك العديد من الاهتمامات برا الشغل. If that doesn't work then mention، لو انت ما عندكش ده mention how much autonomy or control over the work process you have، ازاي بتقدر تتحكم في process الشغل. او ممكن تذكر انك ليك اهتمامات كتيرة بتحبها برا الشغل، فبالتالي ده دايما بيحمسك وانت جاي الشغل، بيخرجك برا المود شوية فبترجع الشغل بمود احسن، يخليك متحمس. Then if neither of those alternatives work, talk about how much responsibility، تحدث عن المسؤولية اللي انت فيها you give at work. It is important to note that sometimes the interviewer might not ask you a yes or no question، مش هيسألك سؤال بإجابة او لا، but will instead ask what your typical response would be. Describe why you are the best choice for the job، برضو السؤال المعتاد، اوصف لي انت افضل اختيار لينا في الوظيفة دي. This is a difficult question، سؤال صعب، as it requires the candidate، محتاج او بيتطلب من المرشح to identify their strengths، ان هو يعرف ايه نقط او نقاط قوته، in a way، بطريقة that the interviewer can't find on the resume، بطريقة اللي بيعملك انترفيو ما شافهاش في السيفي بتاعك. The key to answering this question، المفتاح انك تجاوب على السؤال ده، is to consider what separates you، بالظبط كده، انك تحط في اعتبارك ايه اللي بيفرقك عن بقية الكانديديتس اللي مقدمين على نفس الوظيفة. What separates you from other candidates and how your skills، وازاي المهارات بتاعتك will benefit، هتفيد البوزيشن ده في الشركة اللي انت مقدم عليها. حلو. The candidate must do their research، لازم يعمل بحث عن الشركة قبل ما يعمل الانترفيو. It's not enough for a candidate، ليس كافي للمرشح to answer with I am organized، بمجرد انا شخص مرتب او منظم. In answering this question، في إجابة السؤال ده، it is essential that، من الضروري، you are prepared with examples، انك تبقى محضر نفسك بأمثلة of how your skills، ازاي المهارات بتاعتك will make you the best fit، هتخليك انت افضل مرشح للبوزيشن ده وتفرقك عن باقي المرشحين. For example، مثال، if you have extensive experience in customer service but little knowledge of software development، معرفة قليلة بتطوير software، then don't say that customer service experience make you the best person for this job. يعني لازم المهارات اللي انت بتذكرها تذكر ازاي هي هتفت مع البوزيشن اللي انت مقدم عليه. مينفعش تقول انا كان عندي خبرة في خدمة عملاء كويسة جدا فدي هتفيدني في السوفتوير. حلو كده. لازم يبقى في مهارات بتفت اصلا، هي فعلا بتديك قيمة في السوفتوير ديفلوبمنت. دي كانت بعض الاسئلة والاجابات بتاعته.